خويا انا بيت نغلاض وانا ضعيف ونحيف، ولكن بغيت نزيد الوزن ديالي، ولكن ما عنديش فلوس للبروتين حيت البروتين غالي. شكون اللي قالك اخويا خصك البروتين؟ بقى معايا باش نشرح لك. الناس اللي باغيين يماسيو والناس اللي عندهم نحافه شديده وضعاف يلا دخلوا لاصال ولا مده طويله في لاصال، ولكن ما غلاضوش وبقاو رقاق. خوتي لا بنات لا دراري، اللي بغى يغلاض وبغى يماسي وبغى يعمر وبغى يعمر المسكل، خصكم تعرفوا واحد الحاجه، باللي اكثر من 70% ديال لاماس ديال الناس اللي تترينيو تجي من الكربوهيدرات ماشي بالبروتين كيف تسوقوا لكم. البروتين ماشي هو اللي تيماسي، الكربوهيدرات والدهون الصحيه هما اللي تيماسيو اخوتي، هما اللي تطلعوا البوا وهما اللي تنفخوا العضله. الكربوهيدرات هما اللي تنفخوا العضله، يعني باش تمشي تجيب الكربوهيدرات يتقاموا عليك الخاص. تقدر تمشي تشري الروز لي بات البطاطا، يعني المواد الغذائيه اللي معروفه عندنا رخيصه، يمكن لك تدخل لنا الاحتياج ديالك من اليومي من الكربوهيدرات في النهار، تقدر تدخلهم ب 15 درهم في النهار. ولكن البروتين الا بغيتي تدخلو تيتقام غالي. علاش؟ حيت الحوت اللحم البيض الدجاج عاد المكملات الغذائيه تيتقاموا غالي، وهذه بزاف الناس اللي ما عارفينش هذه المعلومه. وذا كان اتفاق اللي تشوفوه عند الناس في لاصال، تيبان لك شي واحد عمره وعنده البيسيبس من الفوخ والتريسيبس والصدر من الفوخين، راه من الفوخين من الكربوهيدرات ماشي من البروتين اخوتي. حيت الكربوهيدرات هو اللي تتخزن لينا في العضلات على شكل غلايكوجين، وتينفخ لينا العضله كبيره باش تجبن فيها بومب كبيره، وماشي البروتين.